بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا وحكو سابسيها بشا بركيسان رمضان يفضلق عليها ذهي إله سبحانه وتعالى وحو نقو تفضلي وحو نسيي بشا بركيسان قالقع وبل إلهي أجرق إيه ثوابك ونوب الله لنا سبحانه وتعالى الباب ذا خير كوردنا والله ينوب الله قيا قفك استبا الباب ذا إنو كفا إذي سعيا لرباه وشهر الخيرات والبركات شهر المنح والهبات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبل إلهي سبحانه وتعالى أو سود جي كتاب كيس القرآن كأه فضل وح أوقفلا مبشرا أو كافية وهذه تاسو كريم لجود أيه أو حكرب الله بهذين وبشي إلهي القرآن كسود جي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة أنتم وح كتصيان رمضان تي وبشي ربي أسود جي قرآن كاسو حنون ضد كوسدة يحجوين عض عض وبل غفكا إن إلهي سبحانه وتعالى ذم داف وصينيو أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدح الحرمودة بشو عيتهاي طبنك هوري ونحريس طبنك ضمبه إن دحي وحويا طبنك دحنوا ذم داف طبنك أضمبه يانا وعتق من النار وحلسك حرين يا ناره كلك طبنك سأقصي ضمبه وقفل لبضان نار تلسك حرين يو رسول عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين وحاو رسول عليه الصلاة والسلام بشا رمضان مركا يتمادى الباب ذا الجنة وردن بالفرية الباب ذا النار تنوى الحرية شياطين تا كوة مضحة أدقي ووين مضحة أنا والله وضحرين إياه وحبس بالله تحابي إلى هؤلاء سبحانه وتعالى الباب ذا الجنة والفرية بشا أعماش فرها أبضاني إسعطها وحوية يو كفا إذي سنيان شيادين تيو لغا حلي الباب دي شرك أو سومر يي أو يغن حلن شيادين تيو سلسلة لغو حليو فلا يخلصون إلى ما يخلصون إليه في غيره مقاعدة ينقف إيغا هلين جري إيغا ودوين كحرنسك تاقي جري إيغا أياد بينا داعاتك عرايسك قلين جري تي مجرتو مساجدة يا ضاعاتك يا خيراتك وكود بحذر كيسو حديث كان أبا هريرة وحو رسولك كورنا عليه الصلاة والسلام إمام أحمد له أو كتاب كيسو كسو صاريو أعضيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعضهن أمة من الأمم قبلها خروف فم الصائم أذيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله كل يوم جنته ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره وحو رسول الله عليه الصلاة والسلام بشان أمده إذا وحل سيششي أن أمده كهرية أن مدن بلسين سنكوا أوجري أول سومي جدي كما كتب على الذين من قبلكم بالليدي لكن وحيابها خاصة إنه أه أيال إنه شيئية حتى سوم كلفتي سواء وكبد لنيهي وصومهم ككالي إيه كان إسكمد ماها صومهم ككالي كان باقو فضل بضان هو كالي وحلقيا وإنا وحيابا فربضان أكو كالي دوانين إن وحاقوه الرئيسة شنطان ومدلقو خاصيسي قفك سائم كأه خلقو سومي هاي عروش إيقا جوتو قفكي أو يعني أو نفتيسي أد أركت تبعاني ماذا حيستا لون أيا أفكا أيا أيا لغا أركا علامت تاسو كتوسيس قفكا هرادك يقا جدا حيسا إن دمين تيساسي قال لشي إن لونك أو ساريني هاي لونكا سيأذيب عند الله من ريح المسك أفكيس اللونكا يركا سارن إلهي أكتيس أيو كودوك بدي مسكا وككوبات كلاباتي لغو خاسيس ملائكت إلهي أيا دمداف وطلبته إلى أفرك أي قاريان إنت تقفك أو سومي هاي ملائكة إلهي إن رب عاسيين أوحو أمرأ سمين يي أيان إله ودن بدافتا هاي نيسا دي إلهي كمسو علينا يا ملائكة تانا وحاقوين الله ربانا وإن إلهي إنو دن بدافو ودن بدافا رادينينا أنت الصدحات إلهي جنة ديسا أيا أو قرحي سبحانه وتعالى وحل لي جنة اللي بيسوه اسقرحي وحل لقيا با أدومدي دي مناصرين إنو كتو قاران إن كوي مادان ودباتوين كأي وحيابها إلي سو تعاليان أردنبا لقردقو
oo aakhira ay soo gaadhaan, wayasiiruu ilayki, adigana ay ku yimaadaan. Taasina waxa weeyaan ta saddexaad. Ta afraad, shayaadiintii madax waaweynta ahayd oo dhanba la xidhaya, shayaadiintii madaxda ahayd ee dalbaysay ee kuwa yareer ku soo diraysay muslimiinta daacaadka ka xidha, cibaadadka ka xidha, macaasida u kaxeeya, waxaasi oo dhan odhan jiray, kuwaasina waa la xidhaya. Ma gaadhayaan waxay gaadhi jireen awel, halka ay fasaadka ka gaadhsiin jireen dadka ma gaadhsiin karayaan, ee waxa ay noqonayaan kuwa xidhxidhan. Kolka khayraadka faraha badan leh ee bishan la arkayaa in badan 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 oon bilihii hore aan la arkaynin ayaa Ilaahay subxaanahu watacaala ku tajaliyay. Kolka waxaa kaloo ka sii mid ah khasaa'ista Ilaahay subxaanahu watacaala oo qofka muuminiinta ugu subxaanahu watacaala tafadulay, waxaa ka mid ah Laylatul Qadr inuu jiro oo tobanka dambe Ilaahay subxaanahu watacaala u dhexdhigay, oo cibaadaadka marba marka ka dambeysa ayaa sii labanlaabmayaan, marba marka ka dambeysa ayaa qofka inuu sii dadaalo ayaa la rabaa. Kolka Laylatul Qadri khayru min alfi shahrin, iyaduna kun bilood ayaa leyladaasi ay ka khayr badan tahay. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu ugu bishaarin jiray saxaabadiisa, waxa odhan jiray bil baa idin soo gaadhay weyn, bil barakaysan, bil fiihi leylatun khayrun min alfi shahr, bil yacni ay ku jirto habeen khayrun min alfi shahr, kunkaa bilood ka khayr badan. Ilaahay soonka bisha waxa uu ka dhigay fariida, qiyaamka la sameynaya, qiyaamkuna waa taraawixda, qiyaamka la sameynayana tadawuc ayuu ka dhigay subxaanahu watacaala. Ninka Ilaahay ugu dhowaada khaslo min alkhayraati, in yaroo khayrka faraha badan le ka mid a qofka Ilaahay subxaanahu watacaala ugu dhowaada, kaana kaman addaa fariidatan fii maa siwaah, salaa een bilaha kale faral uu gutay tawaabkii uu lahaa oo kale ayaa la siinaya, sunnuu gutay sunnahaasi faral oo kalea loogu dhufanayaa. Waman addaa fiihi fariida kaana kaman addaa sabciina fariida fii maa siwaah, qofka bishan faral la yimaada ee si wanaagsan u gutaa waxaa loogu dhufanaya isagana oo looga dhigaya kaman addaa sabciina fariida, nin toddobaatan faral tukaday oo kale ayaa looga dhigaya salaadii faralka ahayd. Sunnihiina faralkii bilaha kale ayaa laga dhigay. Shahru sabri, waa bil sabirka ayaa la ismaraya, qofku naftiisii inuu sabro, dadka uu la nool yahay inuu sabro, naftiisii inuu ku tasarufi karo, inuu wax walba ka xakamayn karo, inuu naftiisii amri karo daacaadka Ilaahay subxaanahu watacaala, inuu ka joojin karo waxyaabaha kale, naftiisii oo dhan ayaa la barayaa inuu u sabro, uu ku tasarufo Ilaahay subxaanahu watacaala. Waa fadli weyn oo aan la qiyaasi karaynin, oo aan qofka soo maraynin waqtiyo kale. Sannadkii walba mar ayaa inta Ilaahay uu gaadhsiiya ay soo maraysa. Ilaahay subxaanahu watacaala waxa la rabaa fadligaa weyn iyo khayrkaa faraha badan leh in uu qofku uu ka faa'iidaysto. Kolka qofka loo sheego qiimiga iyo qaayaha waqtiga uu leeyahay, daacaadku ay leeyihiin, fadliga ay leeyihiin, dee iimaankiisii ayaa dhaqaajinaya. Iimaanan waxtisaaban ayaa uu ku dhaqaaqayaa. Saasuu dabeedna ayuu uga faa'iidaysanayaa. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala inuu bishan fadligeega uu nasiiyo, inuu dembigeenna uu dhaafo subxaanahu watacaala, dalka iyo dadkana uu noo barakeeyo subxaanahu watacaala. Wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.